مرحبا بكم الاخوان في لا فيديو جديده. كما كتشوفوا ديال البرنامج ديال الهجره ديال موردن اللي كما كتسمعوا هو بدون لما يحتاج لا عقد عمل لا نقاط لا حتى شي حاجه. هو واحد البرنامج اللي سهل بزاف. قبل ما نبدا معكم ونبسطوا لكم ونفهمكم كيفاش تدفعوا وديروا كل شيء، غادي نوريكم واحد لاستويس اللي غيكون بنادم عارفه والقليل اللي كيستعملها وغتسهل عليك بزاف الحوايج. باغ اكزومبل كندخل هذا هو السيت ديال موردن ايميغريشن اللي كنلقى فيه جميع المعلومات ديال البروغرام ديال كل شيء. اول حاجه كندير كما كتشوفوا الاخوان، ركزوا مع لا سوري باش نبسط على راسي. ندخل ديما ندخل من جوجل كروم، نمشي ندير تخادويغ ونغاب طق، يرجع لي لو سيت كامل بالعربيه باش كوم سا تفهم المعلومه اكثر. كاين الناس اللي ما كتفهمش فرونسي، كاين الناس اللي ما كتفهمش لونغلي، كوم سا غادي تبقى ترونكيل، غادي يبان لك كلشي بالعربيه، اللغه اللي غادي تقدر تفهمها، وغادي تفهم جميع الاسئله اللي كاينه وجميع الاجوبه اللي كيعطيوك وكلشي. كما قلنا لكم الاخوان، هذا البرنامج هذا اللي سيغتو حنا غنركزوا اليوم، ما نركزوش على برنامج الاعمال اللي متعلق برجال الاعمال ولا طرق اخرى، غنركزوا على برنامج دعم العماله الماهره للناس سيغتو الناس الحرفيين. تو سامبلومون لاباج داكوي هادي سامبل، كندخل كنمشي لهذا معرفه كيفيه تطبيقها. اول حاجه قبل ما كنبغي نهاجر خصني نعرف انا هاد المدينه اللي غادي ليها شناهي، كي دايره، شنو هي الثقافه ديالها، واش غادي نكون انتريسي ولا لا. كما كتشوفوا لماذا موردن كيعطيك واحد التقديم، واحد التقديم فهمتيني على هذا واحد الوصف لهذ المدينه. هذا كاين لا فيديو ديال شنو هما البلايص اللي فيها، كي دايره البنايات، شنو هما لي سوبر با اكزومبل البلايص اللي تقدر تمشي لهم، شنو نقدر ندير، كيفاش تقدر تعيش فيها، الناس اللي ديجا مشاو، لومبلاسمون ديالها. كيعطوك واحد الورقه تعريفيه على هذ البلاصه اللي خليني انت باغي تهاجر ليها باش تشوف واش تعجبك ولا ما غاديش تعجبك. من هنا سي بون، كما كتشوف لي بوطون كاملين فيهم كل واحد برنامج الاعمال، برنامج العمال المهاره، هادو اللي كيهمنا فهمتيني. سكايلود وركر كندوز كنمشي للفوالا، برنامج العمال المهاره هادو اللي مهم عندنا حنا. كما كتشوفوا هاد المبادره اللي دايرين كتعطيك ديريكتومون الحصول على الاقامه الدائمه في موردن فهمتيني. شارحين لك اون ديتاي كل شيء بدون استثناء، علاش دايرين هذا البروغرام وشكون هما الناس اللي باغيين. اللي كيهمنا حنا باغ اكزومبل غنرجعوا لهاد الاهليه، شنو هي الاهليه ديالك انت، واش باش تمشي ولا ما تمشيش. وهنا كيشرحوا لك قضيه التقديم كيفاش تقدم فهمتيني. وهنا الوظائف اللي مطلوبه، الوظائف اللي مطلوبه الاخوان هو اللحام اللي هو الصدور موك، هذا هو الكود، هذا هو الكود فاش كتبغي تدفع كيقول لك عطيني لو كود ديال الميتيه اللي هذاك، هو هذا لو نوك والنيميرو ديالو قدامه. رسام صناعي هو الرسام اللي كيكون رسام ديال كما كيقولوا ديال الاوراق، رسام الاوراق في المصانع ديال الخطاطات اكزاكتومون، هو واحد الرسام ديال المخطوطات او الخطاطات فحال هكا كيسميوها، اللي كيرسم لي ماشين داكشي المهم اللي عنده علاقه بالاندستريال باش نكونوا متفقين. ماشي رسام جرافيك او رسام ديال اللوحات ولا شي حاجه فهمتيني، رسام ديال المخطوطات اللي كيكونوا كيحتاجوهم في المصانع واللايبات. عندنا هنا المجمع الميكانيكي اللي هو الميكانيسيان، وعندنا مشغل الالات النجاره اللي هما النجاره. هادو هما الوظائف اللي طالبين في موردن هادي. الا كنتي انت عن واحد من هاد لي ميتي هذا فانت مؤهل انك باش تمشي تهاجر. تقديم هذا حلو سهل ما غادي نرجع ليه ابخي. دابا نمشيو للاهليه، اشنا هما الشروط اللي طالبين لك. كما قلت لك كيعطوك الاقامه الدائمه، ما كاينش شي شروط اللي فريمون صعيبه اللي غادي نناقشهم بواحد بواحد. كندوزو هاد لي باج كاملين اللي كتشوفوها الاخوان، كما قلت لكم راهم داير لهم تراديكسيون من جوجل كروم، راه كما وريتك داير لهم البلان. فوالا هنا عندنا الاهليه الاخوان، ركز معايا مزيان باش تعرف شنو كاين وتعرف انت شنو تابعك، واش هاد الشروط واش كتستوفيها ولا لا فهمتيني. كما كتشوف تقع على عاتقك مسؤوليه التاكد من استيفائك لجميع المعايير اللي حاطين. الوغ هنا اش كيقول لك اسيدي، خاص تكون عندك
أكثر من عامين من الخبرة الحديثة في مهنة مستهدفة، بمعنى أنه خاص تكون عندك عامين ديال الإكسبيريونس، عامين ديال الإكسبيريونس فهاد الميتي هادي تثبتها لينا أنك أنت كنتي خدام هاد الخدمة في واحد الشركة ولا كنتي خدام عند شي واحد ولا هذا، يكتب لك ورقة أنك هاد السيد راه خدام عندنا عنده 2 ans d'expérience فهاد الميتي اللي باغي تخدم فيها. هادي راه لوجيك. هنا غندوزو اللغة، كيقول لك سيدي في هاد العامين الاخرى خاص تكون انك اختيتي واحد الشهادة، باش الناس اللي كتكون تفهم ان فاش كتكون باغي تهاجر لكندا خاص يكون عندك شهادة، سواء انك ديال الفرنسية امتحان دوزتي بالفرنسية ولا بالانجليزية. وهاد الامتحان اللي كدوزو كيتسمى باغ اكزومبل في لونجلي كيتسمى الايلتس، وفي الفرنسية تي سي اف. خاصك تكون دوزتي في هاد العامين الاخرى واحد من هاد الامتحانات بحد ادنى ديال 5 درجات. عرفتي هاد 5 درجات الاخوان هو ادنى مستوى كاين، يعني راه اي واحد يقدر يجتازو، اي واحد يقدر يحصل على هذا اللي هو اصلا ادنى مستوى تقدر دير. كيما شفتوا سواء يكون عندك تي سي اف سواء يكون عندك الايلس بلونغلي. هذا بالنسبه للغه. والعمر هنا كيحددوا لك لاج ما بين 21 45. هنا باش تفهم واحد القضيه، هنا هاد موردين هادو اللي افونتاج اللي فيه زوين كانك الشمل العائلي، هو ان با اكزومبل الا كان لاج ديالك ما بين 21 45 سيبور تقدر تقدم حتى كنتي فوق 45 وعندك هذا الميتي هذا، تقدم مرتك في بلاصتك هي اللي تقدم على هذا وديك انت، فهمتيني؟ هذا بالنسبه للسوليسيون. وهنا بالنسبه لهذا الشرط الرابع اللي هو ما يكونش عندك اتصال اون جينيرال باي واحد في كندا، عمرك مشيتي كندا ما عندكش عائله تما وما عندكش الاقارب، عمرك ما قريتي فيها، عمرك درتي فيها شي حاجه، فهمتيني؟ غتكون اول مره. هنا الشرط الخامس اللي هو اكملت برنامج تعليمي بعد المرحله الثانويه لمده عام، اللي هي عندك خص يكون عندك ديجا باك بلس 1. باك بلس 1 شنو يعني؟ انك حصلتي على الحد الادنى ديال الشهادات، اللي هو باغ اكزومبل شديتي الباك وعندك ديبلوم في هاد ليميتي ولا قريتي عام مورا الباك عندك شهادة ديالو، سينو درتي التكوين المهني عندك عام ولا عامين في التكوين، باغ اكزومبل في التكوين المهني ديالنا حنا، انا كندوي على المغرب باش الا كان شي واحد كيتفرج في لا فيديو من شي بلاصه اخرى. باغ اكزومبل خرجتي من التاسع ولا من الثانوي ولا هذاك، ولكن درتي قريتي مشيتي التكوين المهني، ما عندكش الباك ولكن مشيتي التكوين المهني، خص يكون عندك ديبلوم ديال التكوين المهني لمده عام. وحنا اون جينيرال في المغرب عندنا لي ديبلوم راه بلس 2، فهمتيني؟ كنقراو باك بلس 2 ولا كنخرجوا من الكاتريم كنقراو عامين، فهمتيني؟ مهم مديرين عام على الاقل، فهمتيني؟ وخاصك تكون حصلت من اجل على ديبلوم شهاده او درجه علميه، خص تكون عندك انني خديت ديبلوم وتخرجت نجحت، فهمتيني؟ بالنسبة للشرط السادس، لديك أموال تسوية كما هو مطلوب من قبل برنامج المرشح. هنا اش كيقول لك؟ كيقول لك أنك أنا مشيتي حتى تقبلتي باش نكونوا متفقين باش تدفع وباش تقاد الأمورك ديال فهاد البروغرام هذا، راه سي غراتوي ما كتخلص والو، ما كاينش شي حاجة كتخلص عليها. سينو إلا تقبلتي كيقول لك شوف الشريف أنت اللي غتكلف جميع الأمور ديالك اللي كتعلق بمصروف ديالك، انك تكون كتبين اليوم انني انا قادر نخلص على راسي الطياره وقادر انني نصرف على راسي بلا ما خدمت وبلا ما قديت الامور ديالي تما، فهمتيني؟ هذه من ناحيه من هذو الشروط اللي مطلوبين، هما صراحه شروط اللي عادي وسهله بزاف لواحد الدرجه لا تتخيل. وهنا فاش كتدخل هذا مهم الاخوان، ديما دخل شوف هاد الاسئله المتكرره، حتى اغلب الناس كتسول هاد الاسئله هذا، فهمتيني؟ هل انا مؤهل؟ راه وريت عليكم هذا بالنسبه للايلتس، فهمتيني؟ وشرحته لكم تو كاين في هذاك المهن المستهدفه، راه وريت عليكم تقييم السيرتي الذاتيه او السيره الذاتيه قبل التقديم، سي بون هادي حيت كيقول لي ديك الوقت اما غيطلبوهاش لك، ماشي مهمه. فوالا هنا الاخوان، انت من اجل حمايه سلامه وكفاءه برنامجنا يجب المتقدمين اللي باغيين من خارج كندا، ما باغينش الناس اللي داخل كندا، فهمتيني؟ هذا من ناحيه. هنا كيجاوبوك على المده ديال امتى يجاوبوك وكم تستغرق العمليه برمجتها، فهمتيني؟
هنا كيحدوا لك كيقول لك واش هناك موعد نهائي ولا امتى غيحبسوا. كما كتشوف هنا لا يوجد موعد نهائي للتقديم. الوقيت اللي غادي يعمر كل شيء راه غادي يحبسوا والتكلفه هي اللي شرحت لكم، راه قال لك لا توجد تكلفه لتقديم طالب على حصول دعم موردن، فهمتيني؟ راه قال لك الا تم دعوتك راه صافي سالف، ما كاينش ما تخلص حتى شي لعيبه. هنا كيف اتقدم بالطلب؟ كما كتشوف كتشوف المعايير الاهليه هي اللي وليتك قبيله، وكما كتشوف النماذج وكيف اتقدم راه هنا كتحل كتمشي. ديما كنقول لك هادو لي ستيب كما كتشوف الخطوات كيفاش تعمر، كيشرحوا لك خطوه بخطوه، فهمتيني؟ راه خطوه بخطوه من ا حتى لزيد، ما عندك فين غتلف. دخول دير تراديكسيون، شوف البلان كيدير، دفع، ما كاين زعما ما غتحتاج شي حاجه اللي واو ولا شي حاجه باش يعاونك، كلشي باين. وسيغتو هاد البروغرام ساهل 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 بزاف بزاف. راه قلت لكم ركزوا على هاد المدن اللي كتكون ريفيه كيكون فيها الفرصه كبيره، فهمتيني؟ هنا كيشرحوا لك المساعدات اللي ساحصل عليها عندما اصل بشكل دائم. كما كتشوف قال لك فاش غادي توصل، غادي تاخذ واحد المعلومات باش انك تقاد الاسياء ديالك قبل، فهمتيني؟ قال لك مجرد ما غتوصل انهم غيساعدوك باش انك تسجل الاطفال ديالك في المدرسه وتعمر النماذج الضريبيه ودير لاسيغونس ويعطوك الاقامه الدائمه ويديروا لك الدروس اللغه الانجليزيه واي شيء وقفتي عليه غادي يقادوا لك. حتى عندهم متطوعين فهمتيني اللي كيقدموا هذه المساعده هذه. وكل شيء كيسول فين غادي نعيش وكيفاش غادي وشنو هي الخدمه اللي غنخدم مثلا في موردن. كما قال لك واش هنا كيقول لك واش انت واش انا خصني نعيش في هذا موردن هذه. كما كتشوف راه انت اصلا غادي قلت لي انا راه باغي علنت النيه ديالي انني نعيش ونخدم في موردن، فهمتيني؟ وكما كتشوف سنفعل كل ما وسعنا لمساعدتك. هنا راه كاين كيفما كتشوف دليل الوفد الجديد باش تعرف فيه كل شيء. وتقريبا هنا قال لك لاول مره فاش غادي توصل كل شيء كيكون دايخ، كيقول فين الريح انا يلا هابط ما عارفش. كما كتشوف سنساعدك في ترتيب الاقامه المؤقته في موردن، سواء يريحوك عند عائله مضيفه اللي كيكونوا متطوعين باش يستقبلوا الناس اللي يلا واصلين، ولا ابارتمنت ولا في اوتيل، فهمتيني؟ في فندق اللي غتريح فيه ترونكيل. نتمنى نكون فتكم تكون استفدتي وريتك هذا الشيء بطريقه مزيانه. كنحاول نغور الطريقه ديال الفيديوهات باش نعطيكم طرق بلي براتيك وتوصل لكم الميساج احسن. نتمنى لكم التوفيق. ما تنساوش ان احنا مستمرين باش كنبقاو نعطيكم لي بروغرام اللي جداد ويقدوا يعاونوكم بنادم يدفع، ونسالوا التوفيق للجميع. تهلاو في راسكم، ما تنساوش ابوني وما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كتعرفوا عند هاد لي ميتي. بنادم يدير الخير ما عرفتش الله في امتى يرجع لك هاد الخير هذا. تهلاو في راسكم، نشوفكم فيديو جديد.